تحدي، تحدي فني ليك. لا يا سامح، سامح سامح، لاحظ ان الحلقه دي هيشوفها اعظم مخرج منوعات في تاريخ التلفزيون الاستاذ فتحي عبد الستار. ايوه حبيبي، ايوه ايوه بقول لك مثل الاعلى. بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا. بسم الله كان حضوري وصارت الأقدام، بارك لنا اللهم في الدخول وفي المقام. هذه سيداتي وسادتي حلقة جديدة في برنامج مواجهات، يسعدني فيها أن أستضيف ابنتي السيدة كاميليا العربي. وأريد في البداية أن أعبر عن شكري وامتناني لسيدتي الفاضلة التي لم تظهر قط في أي من وسائل الإعلام منذ من الله عليها بهذا السمت الإسلامي الجميل، ولكن ها هي ذي معنا اليوم وقد نور ربي قلبها فلقيت منه ما يلقى عبد من نعمة مولاه. حين اتصلت بها لتشرفني في هذا البرنامج قالت أمهلني حتى أستخير الله. قلت استفت قلبك يا سيدتي، قالت بل أستخير، فربي قصده القلب ولا يرضى بغير الحب. وفي اليوم التالي حدثتني وقالت أنا وما تريد، ولكن ألا تزورون أولا في جمعية أحباب الله؟ سوف ينشرح صدرك وأنت ترى مئات الأطفال من سن 6 شهور إلى سن 12 عاما، وهم يكبرون ويتعلمون حيث تلامس جباههم وجه الشمس، وهم يمرحون تحت عباءتها كالحملان المرحة. وفي الطريق إلى الدار التي ترعاها وتشرف عليها سيدة الفاضلة رحت أسترجع سنوات طويلة خلت، يوم كنت أذهب إلى والدها الكريم الفنان القدير عبد البديع العربي قبل أكثر من 30 سنة لأجلس بين يديه وأتعلم منه. وكانت هذه الطفلة الجميلة كاميليا وإخوتها إيمان ومحمد ووجدي يلهون حولنا في براءة العصافير. كانت تلك أسرة فنية، ولكنها لم تكن تقدم أي فن، فالوالد واحد من رموز الزمن الجميل الأصيل، والإخوة تخرجوا من أكاديمية الفنون. أما ابنتي كاميليا هذه فقد وجدت طريقها إلى التلفزيون لتصبح بسرعة مذيعة ومقدمة برامج ونجمة وسوبر ستار في ميدانها، حيث دخلت إلى قلوب ملايين الصغار والكبار على السواء. ورغم أنها كانت نموذجا وقدوة للسيدة المحتشمة الوقور في عملها، إلا أن هذا كله لم يكن يرضيها. كانت تريد شيئا آخر، ولهذا راحت تنسج من أحلامها دنيا أخرى، إلى أن ذهبت إلى الحج قبل 15 عاما وعادت كائنا ربانيا بعد أن أحرمت للقيا النور. منذ ذلك اليوم عرفت طريقها إلى الحجاب ثم إلى النقاب، ثم اختبرها الله في كل ما تملك، فاحترق بيتها بكامله ومعه كل من لي من كسبته طوال حياتها هي وزوجها المخرج الشهير الأستاذ فتحي عبد الستار. فلم يزدها هذا الاختبار الأليم إلا تمسكا بأهداب النور، وعرفت هي وعرف كل من حولها أن الله قد اختارها لتصبح واحدة من هؤلاء القوم الذين يفيضون بنور الله على فقراء القلب ولا غرب. فقد أدركت حينئذ أن عين الله عليها مكفولة، وهداياه لها موصولة، وطرائف نعمته مبذولة، فقبلت وحمدت
وشكرت كثيرا. واليوم فأنا أقدم ابنتي وسيدتي كاميليا العربي كنموذج رفيع للمرأة المسلمة التي لا يمنعها إسلامها ولا حجابها ولا نقابها عن أن تكون سيدة فاعلة بحق. فالإسلام ليس دين كلام فقط، بل دين عمل أيضا. فهو القائل في آياته التامات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، فهذا هو النموذج الذي يحتذى والذي يجب أن نقدمه لبناتنا وزوجاتنا جميعا. ثم أنني أقدم سيدتي هذه بعد ذلك نكاية في الفئة التي ختم الله على قلوبها، إذ يهاجمونني ويهاجمون ضيوفي الكرام لأنني أقدم بعض المحجبات في هذا البرنامج. ولكن ها أنا ذا اليوم أزيدهم غيظا وأقدم المنتقبات أيضا لأول مرة في هذا البرنامج، وهذا شرف لي لا يعدله شرف، وسوف أواصله ما استطعت إن شاء الله. سيداتي سادتي، مع السيدة كاميليا العربي تدور هذه الحلقة من برنامج مواجهات، فأهلا بها وأهلا بكم وسهلا. أهلا بك يا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أستاذ محمد، طبعا يعني كتير قوي عليا ده حقيقي، كتير بجد يعني حضرتك أنا كنت أبكي الصراحة والله. بارك الله فيك، وبارك الله في ضيوفك الأعزاء، وبارك الله في المشاهدين الأعزاء. وهقول زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب حينما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، ولا تخزني يوم يبعثون. الله الله، يعني نضر الله وجهك يا سيدتي. أمين. هذا والله أقل مما تستحقين. ربنا يبارك فيك. فأنا أعلم من كنت ربنا يبارك فيك يوم كان المال والشهرة والأضواء والجمال والبريق بين يديك، ثم تركت هذا كله واتجهت إلى الله، فأنت الرابحة، أنت الرابحة. جزاك الله خيرا. اللهم كذلك يا رب. لعلي أعلم أن هذه هي المرة الأولى التي تظهرين بها في برنامج تلفزيوني بعد أن من الله عليك بالاعتزال والنقاب. ونحن نعلم الأولاد في كليات الإعلام أن أفضل تحقيق صحفي هو أن يحكي القصة. ودائما نقول للأولاد: اكتب القصة كما تعرفها، ارويها، احكيها. وأنا أريد أن أعرف كيف تحولت كاميليا العربي من نجمة وسوبر ستار إلى فتاة معتزلة ومحجبة. ما هي قصتك مع الاعتزال والحجاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ محمد، ما فيش حاجة بتيجي على غفلة أو فجأة، ولكن الحمد لله رب العالمين، تربية الوالد لنا رحمة الله عليه كانت بالإيمان وبالإسلام. صحيح ما كانش ماسك المصحف وبيقول قال الله وقال الرسول، ولكن كان يعلمنا الأدب، وكان يقول هذا عيب وهذا خطأ. لما كبرنا وتعلمنا وبدأت أقرأ في القرآن وفي السنة، علمت أن الخطأ والعيب هو الحلال والحرام. الله الله. فعلمت أنما كان يعلمنا الوالد رحمة الله عليه بكلام الدنيا، ولكنه في الواقع كلام الله عز وجل. البداية كانت زي ما حضرتك قلت تقريبا من 15 سنة، كان الحج، موسم الحج، وكان بابا رحمة الله عليه ومحمد أخويا ربنا يبارك فيه وزوجته وأمي كانوا طالعين للحج، وكانوا خلاص على استعداد يعني ومسافرين يعني سبحان الله. لم يكن في ذهني اني ممكن اروح معاهم، ولم يخطر على بالي ان انا احج، ولا فكرت فيه اساسا. وجدت امي بتقول لي: تطلعي تحجي؟ قلت لها: احج ازاي؟ قالت لي: بابا شاف مناسك الحج في التلفزيون، فقال يا اولاد انا مش هقدر، وانا خلاص حجيت قبل كده، فانا مش هقدر اطلع، هيبقى مشقه عليا، تطلعي بداله؟ فحقيقي يعني جات لي مشاعر غريبه جدا، سبحان الله، يعني كان في دعوه بالظبط كده، دعوه جايه لك. واقول لحضرتك تمت الاجراءات بسرعه عجيبه جدا، يمكن في يومين اتنين لقيت نفسي فعلا بستعد للحج. وافتكر يومها كان عندي برنامج للاطفال، وانا برنامجي كان بيبقى يوم الاحد الصبح، كان الساعة 10 بالظبط برنامجي على الهواء مباشرة. فقعدت بقى طول الليل أحضر
كان نفس يوم السفر، احضر اعمل ايه، اعمل برنامج عن الحج واكلم الاطفال عن الحج وعن مناسك الحج ورحت برنامجي عادي وقاعده في الاستوديو كده زي ما انا قاعدين كده وبتكلم وبقول انه الله عز وجل في هذا اليوم يباهي الملائكه ويقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي جاءوني شعصا غبرا. وفجاه لم اتمالك نفسي وجدت بكاء على الهواء لدرجة أن أنا تعجبت، يعني المخرجة قطعت البرنامج وقدمت أغنية وبعدين دخلت لي الاستوديو قلت لها مش قادرة. سبحان الله، شيء معرفش إيه اللي حصل، يعني شيء مس قلبي سبحان الله العلي العظيم. وانت على الهواء؟ وانا على الهواء وتركت البرنامج ونزلت الأسامي وروحت واستعديت وسافرت مع أخويا وأمي وإحنا متجهين، يعني امي ربنا يبارك فيها ويخليها رب تقول لي يا سلام يا كاميليا هناك بقى. طبعا هي سافرت قبل كده كتير عارفه بقى المناسك وعارفه، ولما تشوفي الكعبه بقى هتحسي بشعور بيني وبين نفسي كده اقول يعني افرضي ما حسيتيش يعني هيحصل ايه، تقول لي تلاقي نفسك بتبكي. سبحان الله انا كل ده بستعد نفسيا لكن مش عارفه ايه اللي هيحصل. وصلنا يا استاذ محمد والاقي نفسي من اول ما رجلي حطت في مكه، والله من اول ما نزلنا من الطياره ودخلنا على مكه وانا قلبي يكاد ينخلع من بين ضلوعي، شيء مش قادره اصوره، يعني 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 حاجه يعني سبحان الله حاجه ملهاش وصف. شعرت كان الدنيا زالت وكاني في الاخره، شعرت كاني بين يدي الله عز وجل فعلا في بيته بيرحب بيا بيطبطب عليا بيمسح دموعي سبحان الله العلي العظيم. يعني حسيت قد كده يعني يعني بحب ربنا قد كده، قريبه من ربنا قد كده، ربنا بيحبني يعني يعني. وانا بطوف حوالين الكعبه حسيت ان انا في عالم اخر مش في الدنيا، حسيت ان الناس كلها زي بعض، الناس كلها قريبه من بعض. في اللحظه دي عقدت العزم اني في لحظة الطواف، في لحظة الطواف أحسست إنك ضيفة لله بقى، بس ضيفة للرحمن بقى، مش حكاية سياحة ولا حج ولا 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 سبحان الله. حسيت فعلا أنا بين يدي الله في بيته وبيرحب بيا وبيحبني وأنا بحبه ومش عايزة أسيب اللحظة دي. خرجت من قلب الطواف بقول لهم يا جماعة أنا حسيت إن أنا قريبة من ربنا ومش عايزة أسيب اللحظة دي خالص، أنا مش هعمل حاجة تزعله تاني. فلقيت السؤال الملح والحجاب، ايوه قلت لهم لا طب وايه يعني الحجاب؟ طبعا هلبس الحجاب. طب وعملك في التلفزيون؟ ايه اللي يتعارض ده؟ مش هيتعارض مع ده. قالوا طيب خلاص انت حره. ورجعت، رجعت من الحج، رجعت من الحج وانا الحمد لله اخذ قراري بالالتزام وبالحجاب والحمد لله. لما رجعت يعني اقول لحضرتك ان العمل بالنسبه لي كان حاجه كبيره جدا. عملي في التلفزيون ما كانش مجرد عمل، كان هوايتي وموهبتي وحياتي ونادر لما حضرتك حد يعمل عمل بيحبه. انا كنت بعمل عملي وبحبه وبأتقنه وحساه، يعني حياتي كلها كنت بفكر ازاي اكون مقدمه برامج. المهم طبعا قعدت علشان اخد قراري، كان في طبعا صراعات ونزاع وانا بقرا في القران وجدت ايه حضرتك ان الشيطان يقسم بعزه الله يقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني سبحان الله في وسط الصراع ده يشاء الله عز وجل ان يجعل لي نبراس في قلب القران اعلمي ان الشيطان لن يتركك وسيظل يجاهدك، لابد ان تجاهدي. قلت الشيطان يقسم بعزة الله، يعلم عزة الله ويأخذني أنا سلاح يحارب بها الله عز وجل؟ لا والله أبدا لن أفكر لا في شغلي ولا في عمل ولا في شهرة ولا مال ولا أي شيء يهون أمام الله عز وجل. حتى في اللحظة دي حسيت أن أنا صغيرة قوي، إزاي أقارن بين ربنا سبحانه وتعالى وبين أي شيء في الدنيا؟ فلا وجدت نفسي أو يعني سبحان الله أقول لا 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 يمكن، ما فيش أي حاجة توقفني عن مسيرتي مع الله عز وجل ولن يوجد أي شيء يؤخرني عن الالتزام. ولبست حجابي خرجت من باب بيتي، نزلت الشارع، ركبت عربيتي، مشيت حوالين بيتي، كل اللي قبله اقول له انا اتحجبت. انا كانك بتزفي خلاص الحمد لله عرسك الحقيقي فعلا بالظبط في اليوم ده. شعرت فعلا كاني اولد من جديد وكانها كانت بدايه سعيده وفي اللحظه دي بس كان الحاجه الوحيده اللي انا ببكي من اجلها فعلا هي الاطفال.
أنا كنت بحب الأطفال جدا، 10 سنوات في جمهورك التلفزيون، ده. جمهوري حبايبي، يعني اللي بلاقي نفسي معاهم، اللي وأنا قاعدة طفلة معاهم نلعب مع بعض، 60 70 طفل، بنتنطط وبنقوم وبنجري وبنلعب وأنا في قمة السعادة، فكنت ببكي في اللحظة دي على الأطفال، ودعوت الله عز وجل أن يعوضني، قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وعودني يا رب، أنت تعلم أني لا أبكي على التلفزيون ولا على الفلوس ولا على الشهرة، إنما أبكي الأطفال، إن شاء الله عز وجل أن يعودني يعني أكثر مما أظن وأتخيل أو أحلم، سبحان الله، فكان أطفال أحباب الله الحمد الحمد لله. لله. لبست الحجاب وركبت عربيتك ورحت التلفزيون، أي انت خالية الذهن مما قد يحدث، ايه اللي حصل بقى؟ يعني هل كيف ارتبط الاعتزال بالحجاب؟ طبعا زي ما بقول لحضرتك انا مش في ذهني ان انا في اي تعارض بين الحجاب والحجاب اه طبعا والعمل، اه فذهبت الى التلفزيون وبعدين لقيتهم طبعا مانعيني من الدخول الاستوديو، ممنوع، لا، اه فدخلت قابلت رئيس التلفزيون ربنا يكرمه والله، يعني انا اتذكر بالضبط النص اللي دار بيني وبينه، الحوار اللي دار بيني وبينه، ويمكن يكون ربنا سببه في الوقت ده فعلا، كان لقيته مين يا أستاذة رئيس يعني التلفزيون؟ تحب تقولي اسمه ما ولا فيش داعي، ما في؟ طيب هي عموما ان شاء الله تحسب له باذن الله، تحسب له، لانه قال لي بالنص كده انت مش لبستي الحجاب، قلت له ايوه، قال لي روحي اقعدي في بيتكم، هو انت عايزه تاخدي الدنيا والاخره، كفايه عليك الاخره. الله، طب والله ونعم النصيحة، قلت له والله ونعم صدقت النصيحة نصح بها فعلا الرجل. فعلا والله، قلت له صدقت الحمد لله رب العالمين، وكان قرار الحجاب مع الاعتزال في آن واحد في نفس اللحظة الحمد لله رب العالمين وجدت نفسك في الحجاب الحمد وعدت لله إلى بيتك الحمد لله بعد أن استضافك الله ضمن ضيوف الرحمن، الحمد لله. كيف تحول الحجاب بعد ذلك إلى نقاب؟ طبعا أنا في البداية كان حجاب عادي زي أي حد، شرب صغير ولبس عادي، وده اللي خلاني كنت رايحة أقدم برنامجي في التلفزيون، طبعا ما كانش نقاب، كان حجاب عادي طبعا، وقعدت تقريبا حوالي سنة ونص بالحجاب، سنة ونص في الفترة دي السنة ونص دول الحمد لله رب العالمين كنت أخذ على عاتقي أني أوصل حب ربنا للناس، حسيت أن أنا لقيت كنز ما اقدرش اشيله لوحدي، حسيت ان انا عايزه ادوق الناس من طعم السعاده دي، ازاي الراحه اللي الانسان بيشعر بيها وهو حاسس ان هو راضي ربنا، فبدات انزل حضرتك للناس، اقتحم عليهم الاماكن اللي اعرفهم فيها، النادي، المسجد، انزل يا جماعه انا لقيت كنز، طاعه دقت بقى ربنا، من دقت من من ذاق ذاق عرف، الجماعه الصوفيه من بيقول ذاق لك من ذاق عرف ومن عرف اغترف، دقت بالظبط، بقى فعايزه كل الناس تدوق الحلاوه فصعب معاك، عليا، قلت لا حلاوه والله الايمان. لازم اعرفهم، فبالضبط سنه ونص وانا اخده على عاتقي ان انا اوصل للناس معنى حب الله عز وجل والرضا والسعاده اللي الانسان بيشعر بيها، بعد سنه ونص حضرتك من الكلام اراد الله عز وجل ان يختبرني، وكان الاختبار اللي حضرتك ذكرته كده مرورا سريعا وهو حريق الشقه، كان يعني كان حاجه كل مروعه، صحف مصر تحدثت عن الحريق المروع كان مروع فعلا. الذي ألم ببيت، ما قصته؟ ايه الحكاية؟ الحكاية باختصار كان ماس كهربائي ماسك في الشقة عندي، وسبحان الله كنت في الوقت ده أنا بلبس عشان أنزل أصلي صلاة الجمعة، كان يوم الجمعة كنت نازلة لأداء الصلاة، وسبحان الله مسك الماس في الشقة، وفجأة لو أقول حضرتك في ثواني، في ثواني النار مسكت حضرتك في التكييف، وبعدين طالت الستاره اللي على على اللي على الشباك الشباب منها للمفرش اللي على الترابيزه، في ثواني حضرتك كانت الشقه متحركه، نار متحركه، سبحان سبحان الله. الله العلي العظيم، واتت على كل ما في الشقه الحمد لله رب العالمين. لو اقول لحضرتك انا في الشقه مع اولادي في اللحظه دي كان كل اللي طالع عليا الحمد لله، والله لو اقول لحضرتك انا قلبي كان حاسس ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ده شيء طيب من عند ربنا، واكيد هو بيختبرني والحمد لله رب العالمين. وبعد الحريق انا ما كانش في حاجه خايفه منها الا وقع الحدث على زوجي، كان بيصلي، كان نزل قبليه لصلاه الجمعه، تخيل حضرتك واحد راجع من الصلاه يجد بيته وقد اتت النار رماد علي تماما، ولكن الله عز وجل يريد أن ينزل عليه الصبر والسكينة ويدخل علينا بعد مرور ساعات من إننا ما شفناش بعض، لأن احنا طبعا أنا ذهبت مع الناس لمكان وهو ذهب لمكان، وفي آخر الليل التقينا،
فأنا بدعو الله عز وجل أن يلهمه الصبر، فوجدته يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. قمت سجدت سجدة شكر لله، الحمد لله سبحان رب الله. العالمين. ولكني كنت قد قرأت في الصحف أيامئذ أنكم كنتم قد جاعتم أموالكم، هل هذا صحيح؟ فعلا أنكم استرددتم كل ما فعلا لديكم من أموال في فعلا البنوك فعلا ووضعتوها في هذا، فعلا هل هذا حقيقي؟ فعلا قبل الحريق بيمكن يومين أو ثلاثة فتحي كان سحب كل ما يملك، كل فلوسه، وحطهم في البيت. سبحان الله العلي العظيم. وأتت النار على كل شيء، ولم تبقي لنا إلا على شيء واحد، كتاب الله. سبحان الله. سبحان الله، لم تبقي إلا على كتاب الله. وكأن الله عز وجل يقول هذا هو النبراس، امشوا عليه، امشوا في طريق، امشوا وراءه. سبحان الله العلي العظيم. أقول لحضرتك كان في المصحف على تلفزيون، والتلفزيون على ترابيزة، الحديد ساح، الحديد ساح، المسلح بتاع الشقة ساح، ولم يبق الله عز وجل إلا على المصحف. لم وكانت يحترق المصحف. أبدا أبدا. لو أقول لحضرتك النار على يعني يدوب أصابت الجلدة، أصابت الجلدة، ومن أول كلمة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لم يمسه نار. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، الحمد لله رب يعني العالمين. آية، آية يعني عظيمة. احتراق. بعدها على طول شعرت بقى إن بداخلي إحساس كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عليا. شعرت كأن الله عز وجل قبلاني، مش عارفة ليه جالي الإحساس ده. حسيت إنه بيطهرنا يعني ما أعرفش إزاي أحسبها حضرتك زي ما تحسبها. لما حسيت في اليوم ده قد كده ربنا بيحبني، قد كده يا رب أنت قبلتني عندك، قد كده يا رب يعني التوبة قبلتها. فاليوم ده حسيت ان انا عايزه اقول له شكرا، عايزه اقول له، عايزه اشكره، يعني عايزه اشكر ربنا قوي، بحبه قوي، مش عارفه اقولها له ازاي. لقيت نفسي بجيب اشارب من اشارباتي وبقصه، بحط له استك كده، ولقيت نفسي بغطي وجهي كاني سبحان الله بتحولي الأشارب لنقاب لنقاب، ولبسته في نفس اليوم. في نفس اليوم لبسته وخرجت بيه. حسيت ان انا عايزه اعبر عن شكري وامتناني لربي، عن حبي. جايز يكون تعبير زي ما حضرتك بتقول، بعض العلماء قالوا ان النقاب فضل، وبعضهم قال انه ليس مفروض ولا مرفوض. ولكن سبحان الله العلي العظيم، ايا كان النقاب، ايا كان، فان كان فضل فهو فضل من الله، تفضل به علينا. من ينول هذه المكان؟ من يا اللهم اجعلنا على قدر هذا الزي، لانه ليس زي يا استاذ محمد. النقاب سلوك، سلوك، ليس مجرد شكل. يعني التي ترتدي الحجاب، التي ترتدي النقاب، لابد ان تكون اسلاما متحركا، اسلاما قرآنا يمشي كما كما كان يقول رسول العلماء. الله صلى الله عليه وسلم. لما سئلت السيده عائشه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان القرآن يمشي على الأرض، خلقه القرآن. يعني ما ينفعش تلبس كده وتغتاب وتنم، ما ينفعش تلبس كده وتمشي تضحك وتقهقه في الشارع كده. يعني في سلوك، في قيد علينا، في المفروض يكون يهذب النفس، هذا الزي يهذب النفس. حتى إذا رآنا أحد وقال سبحان الله هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. أما أن أرتدي هذا الزي ولا أكون على قدري، فأعتقد أن هناك خلل في من ترتديه. إن كان فضل، إن كان فرض، إن كان سنة، إن كان أيا ما كان، فأعتقد أنه ما فيش شك أن من ترتديه لابد أنه يكون مكافأة من رب العالمين. سبحان الله. يعجبني والله هذا التعبير من أن النقاب ليس قطعة من قماش، بالزبط، ولكنه نوع من السلوك، بالزبط، نوع من التفكير، بالزبط، درجة من درجات الإيمان. أدركت إذن في لحظة الحريق وبقاء المصحف الشريف دون أن يمس أنك قد تجاوزت الامتحان، الحمد لله، نجحت في الامتحان، الحمد وفي لله. هذه اللحظة أمسكت بقطعة القماش وحولتها إلى نقاب لكي ترتديه. هل هناك دروس أخرى شكلت حياتك بعد ذلك من خلال هذا الاختبار؟ لقد خرجت خالية الوفاض أنت وزوجك الأستاذ فتحي عبد الستار. كيف أثر عليكما هذا الامتحان وحولكما بعد ذلك إلى هذين النموذجين الجميلين اللذين نراهما في كل مكان؟ طبعا هقول لحضرتك أنه الموضوع مش مجرد امتحان، ده الموضوع تجربة، وكان لابد أن أمر بيها عشان أنقلها للآخرين. فبين يوم وليلة حضرتك، بعد ما كنت عايش في قصر
تحول الأمر أنك نمت على الأرض، تحول تمام. الأمر أنك انتقلت من حياة رغدة ثراء ورفاهية وإمكانيات إلى حياة أقل، من سيارة كبيرة إلى أبسط، من حياة منتهى الرفاهية إلى شيء أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه بسيط. ومع ذلك كانت القناعة والرضا والبركة، الصبح البركة حضرتك الموضوع اختلف تماما. فبعد أن كانت الشيء كثير والمال الكثير، ولكن لم يكن هناك بركة، لم يكن هناك بركة، ولم يكن هناك رضا، كان دائما ليس هناك رضا. ومهما أعطاك الله دائما تريد المزيد، ومهما أعطاك لا تشعر بالسعادة، لا تشعر بالقناعة، لا تشعر بالرضا. ولكن الله عز وجل يبارك في القليل، وبعد الامتحان الله عز وجل يعود الإنسان. لأن الإنسان إذا علم أن الابتلاء محبة، إذا أحب الله عبد ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه، الله يا درجات. ستي. يقول الشيوخ من أوليائنا يسألون: أليس الله نور الكون؟ لقد انتقيت بنور الله منذ الحمد لله، ذهبت إلى الحج، ومنذ نجحت في اختباره، وها أنت الآن بين أيدينا نموذجا جميلا يحتذى. فليبارك الله فيك ولينور ربي قلبك يا سيدتي. عند هذا الفاصل من هذا الحوار الجميل مع سيدتي السيدة كاميليا العربي، أرجو أن أتوقف معكم الآن لحظات، فابقوا معنا على أن نعود إليكم، ولكم كل الفضل. مرة ثانية سيداتي وسادتي، مع ابنتي وسيدتي السيدة كاميليا العربي في هذا الحوار غير المسبوق في هذا البرنامج وهذه الحلقة من مواجهات. طوفت بنا يا سيدتي عند تجربتك الجميلة من النجومية والبريق إلى الحج والحجاب ثم النقاب، ثم استخرجت لنا دلالة هذا الاختبار الإلهي الذي أرسله الله لك ولزوجك، وقد قلتما فيه قدر الله وما شاء فعل، وأعطيتنا درسا جميلا في معنى السعادة ومعنى القناعة معا. الحمد لله. الآن وقد أفاض الله عليك بنور الله وخرجت من هذه التجربة، وأصبحت السيدة كاميليا العربي هي هذا النموذج الجميل بين يدينا، ماذا فعلت بعد أن اهتديت إلى النقاب؟
كيف تشكلت حياتك بعد ذلك؟ ماذا اخترت؟ كيف بدأت الطريق مرة أخرى ولكن نحو نور الله؟ أي طبعا حضرتك، هي بدأت الفكرة بتفكير أوضح وأعمق وأشمل. إيه هي الدنيا؟ ما هذه الدنيا؟ لما خلقنا في الدنيا؟ الله عز وجل لم يخلقنا في الدنيا إلا ليختبرنا، خلقنا ليختبرنا. هذا الابتلاء بالضبط، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله، يبقى هذه الدنيا إنما جعلت للاختبار. لو قست حضرتك عمر الإنسان على هذه الدنيا، أعمار أمتي ما بين 60 و70. بالضبط. اليوم عند الله عز وجل اللي احنا بنحسبه يوم بألف سنة مما تعدون. مما تعدون، يعني يوم الله عز وجل بألف سنة مما تعدون. يبقى لو أنا عشت 60 70 سنة على هذه الدنيا، عمري كده بالحساب يطلع حوالي 2.5 دقيقة. هم الدقيقتين ونص دول اللي بناكل بعض فيهم، وبنضرب بعض، وبنأذي بعض، وبنتخانق مع بعض، بناكل حق بعض. سبحان الله العلي العظيم، آفات حضرتك، آفات هذه الدنيا مع الأسف تحولت إلى غابة إلا من رحم ربي. احنا بنقول النهاردة الالتزام والسلوك واللبس، احنا بنطالب ان الانسان ينزع من قلبه، ينزع هذه الافات. ديننا دين محبة، ديننا دين معاملة، ديننا دين يسر، ديننا دين جميل. بس لو الناس تفهم، ناس فهم ان اللي اتحجبت ولا انتقبت اعتزلت العالم بقى وراحت تقوقعت في بيتها وقاعدة تقرأ قرآن وتصلي وتصوم، ليس هذا هو الحجاب، ليس هذا هو الحجاب. الحجاب تفاعل. كلنا الحمد لله رب العالمين، من من الله عز وجل عليهم بالحجاب، نتكلم ونأكل ونشرب ونعيش ونحب ونكره ونبيع ونشتري ونأخذ ونعطي، ولكن في الله. الله، في الله. هذه الحياة كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. تخيل حضرتك جناح البعوضة لا تساوي هذه الدنيا. منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا لم ينظر إليها مرة واحدة، نظر إلى قلب عبده المؤمن فيها. احنا النهارده بنقول احنا عايزين نرضي ربنا، لازم نخلص الافات اللي جوه القلب، لازم ننزعها، علشان لما الناس تعرف ان هذا الاسلام دين معامله، الدين المعامله. ان قلنا النهارده ان احنا عايشين في هذه الدنيا وهي مرحله وهتعدي وكلنا هنمشي، كلنا هنتركها ونخرج، اين التعامل اذن؟ اين الرصيد؟ العمر قصير والذات قليل والرحله طويله الى الاخره. نطالب ان احنا فعلا نعمل. فكان حضرتك التفكير في اني اريد ان اعمل شيء يرضي الله عز وجل. ان بعد الاختبار وبعد الابتلاء عرفت ان احنا في لحظات هنقابل الله عز وجل. يمكن كان زي كتير جدا من الناس اللي تقول لك اما اقتنع، اما افهم، استني بس لما اقتنع الاول وبعدين اعمل. مع الاسف الشديد هو ده كلام الشيطان. إن الشيطان عايزنا بعيد، عايزنا دايما متأخرين، لأن الشيطان قال لو ما دخلتش معاهم الجنة هجرجرهم معايا النار. سبحان الله العلي العظيم. إحنا النهاردة بنقول نحن نحاول أن نقترب إلى الله عز وجل. إمتى؟ أطيعه وأعمل ما قاله، بعدين أقتنع على مهلي. مش هستنى أما أقتنع، لعلي وأنا لسه بقتنع يأتي الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام خط، صح حضرتك عارف السيد العارفين، وبعدين خط جنبه بالظبط، وبعدين خط بعيد. قال الأول الإنسان والذي بجواره أجله، والبعيد أمله، بينما هو ينظر للأمل يأتيه الأقرب أي الأجل. احنا النهاردة الوقت بياخدنا، فهميني واقنعيني واستنيني. امتى يا جماعة؟ مقتنع الأول. امتى؟ عمل مقتنع موت، والعمر قليل، والله ما بقى فيه وقت يا استاذ محمد. مش عشان الحرب ولا القيامه ولا لا، كل انسان منا تقوم قيامته بموته. يعني ساعه ما يجي الموت قامت قيامه الانسان. اين العمل؟ اين الاقتراب الاكثر؟ يعني انا لما اقول اقنعيني وفهميني، استني لما اقتنع، مرت سنه، 2 10 20 30، هقتنع امتى؟ وبعدين هقترب اكثر امتى؟ دي الجنه 100 درجه. الجنة 100 درجة يا أستاذ محمد، والدنيا النهاردة بنتنافس عليها برغم من إنها زائلة وفانية. وكل الناس النهاردة تقول لك إيه يا ستي، إن شاء الله بس ندخل على باب الجنة. لا، عايزين نطمع في الجنة مش في الدنيا،
عايزين نقنع بالدنيا ونرضى بيها وعلى ما هي وكويسه كده والحمد لله، ولكن في امور الاخره عايزين نبقى طماعين. يبقى اصلي واقتنع على مهلي عشان اقترب اكتر، عشان ابقى مقتربه من رب العالمين. ازيد الايمان يزيد وينقص، وما عندوش تفاهم، ان لم يزد ينقص. يعني كيف كان موقف زوجك الفنان الكبير الأستاذ فتحي عبد الستار من اعتزالك وحجابك ونقابك؟ ماذا قال؟ ماذا فعل؟ ما هو رد فعله؟ هل فرح بك؟ كيف كانت صورته؟ أنا أراك أمامي، ولكن كيف كان هو؟ طبعا ما فيش شك ان ما فيش راجل في الدنيا يكره ان مراته تتغطى امام الاخرين وتبقى هو ليه بحريته الكامله يراها كما يريد وكما يحب. ما اعتقدش ان في اي راجل في الدنيا يؤمن بالله ورسوله ويكره ان يرى امراته وقد حفظها الله عز وجل جوهره له، جوهره له هو وحده لا يراها احد. ما اعتقدش ابدا. يمكن في الاول هو ما كانش متصور ان انا ممكن اعمل ده، لكن لما ربنا اكرمني بالحجاب الحمد لله رب العالمين، والله يعني كان الواقع عليه طيب جدا. يمكن النقاب هو اللي هزه شويه، النقاب يمكن خلاه يستغرب شويه، لكن بعد كده الحمد لله رب العالمين. ساعات اسمعه في التليفون مثلا يكلم حد، يا زوجتك اتحجبت؟ لا كاميليا انتقبت. يا يعني سيدي شوف موضع الله يشعر يعني كانه بيتكلم بفخر يعني الحمد لله، وده يسعدني الصراحه جدا جدا، لانه طالما هو راضي وطالما هو سعيد السعاده تنعكس علينا. وبرده الحمد لله رب العالمين لما مثلا يكون عندي مثلا لقاء مع اخوات ليا ونروح مثلا نتكلم ونحاول ان احنا نتكلم في امور الدين ونرقق القلوب مثلا، لان القلب اذا رق هانت عليه مصائب الدنيا. اذا رق القلب قبل اي شيء، يعني مثلا واحده جوزها مزعلها متعبها، يا ستي يا معلش استحملي وتهون عليك الدنيا، ما انت في الاخيره ان شاء الله هو سلمك الى الجنه، ان شاء الله ترتقي بي الى الجنه، يهون عليها سبحان الله العلي العظيم. يقعد ابص عليهم ويدعو لزوجي، والله ربنا يبارك له اللي هو سابك تيجي تكلمينا وتفهمينا وتعلمينا، اقول سبحان الله العلي العظيم، هو قاعد وبياخذ اجري وثوابي سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. وماذا عن اولادك؟ انا اعلم ان لك ثلاثه اولاد. الحمد لله. ادعو ربي ان يحفظهم لك. امين يا رب العالمين. هل مضوا معك في نفس الطريق؟ الحمد لله. كيف اخترت زوجاتهم؟ كيف كان تاثير هذا التحول عليهم وهم شباب من شباب هذه الأيام؟ الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى إن هو أكرمني بأولادي. حضرتك يعني يمكن من قبل الحجاب من قبل النقاب، أتذكر والدي الله يرحمه كان دايما يقول لنا مقولة، كان يقول اسرق وما تكذبش، اقتل وما تكذبش، لأنك لو قتلت وأنت كاذب وأنت صادق هتعترف، اما ان كنت كاذب فلن هترتكب كل المبيقات. لن تقتل وانت صادق، ولن تسرق وانت صادق، اما ان كنت كاذب سترتكب جميع المبيقات. لانك هتكذب بالظبط، هتبقى رايح تسرق وبتفكر هتكذب وتقول ايه، لكن لو انت صادق مش ممكن هتمد ايدك وتاخد شيء، لان لو سئلت هتقول اخذت. فدي كانت الحمد لله رب العالمين المبادئ اللي ربيت عليها اولادي، الصدق الصراحه الأمانة السلوك القويم للمسلم السليم. فالحمد لله رب العالمين نفعتنا القيم اللي تربينا عليها، والحمد لله اللي أخذوها عنا أولادنا. فلما كان قرار الحجاب طبعا كان مقابل عندهم بترحيب جميل جدا وبسعادة الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لاختيار زوجاتهم، أنا لم أختار أحد، أنا لم أختار أحد، ولكن أولادي بفضل الله سبحانه وتعالى كل واحد اختار زوجته. احنا عندنا ديمقراطية حرية رأي، ولكنك تباركين هذا الاختيار جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لحضرتك الاستخارة، الاستخارة 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 الحمد لله رب العالمين بفضل الله. أي واحد منهم كان مقدم على خطوبة أو اختيار كان الحمد لله بفضل الله الاستخارة لله سبحانه وتعالى. وطبعا حضرتك عارف ان من علامات الاستخارة ونجاحها ان تجد الشيء ميسر ميسر.
تجد الحمد لله الموضوع ماشي وان في قبول من الطرفين، فكان توفيق من الله عز وجل. التيسير علامة من علامات الرضا. بالظبط. ماذا عن زوجات أولادك؟ هل هم محجبات، منقبات، منتقبات؟ كيف هم؟ زوجة ابني الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، منتقبة بفضل الله سبحانه وتعالى. الكبير والوسطى محجبة والصغيرة محجبة، محجبة، الحمد لله رب العالمين. ولكن المؤكد أن الحجاب خطوة نحو الكمال في الانتقاب، في النقاب إن شاء الله. هو حضرتك زي ما قلت لحضرتك، النقاب فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني ده تفضل من الرب العالمين. عندما يريد الله عز وجل لإحداهن به، فأدعو الله عز وجل أن ينعم بها عليها. يؤتي الفضل من يشاء. بالظبط كده. هل يعملنا يا سيدتي زوجات أولادك؟ لا، لا يعملنا، ولكن الحمد لله كلهن حاصلات على مؤهلات عالية، وعدم عملهم لا يعني عدم اقتناعنا بالعمل، ولكن عدم عملهم لأنهن مشغولات بالأطفال. بالأطفال. يعني الحمد لله رب العالمين كلهن رزقهن الله عز وجل بالأطفال. فحضرتك عارف طبعا ان يعني انا جدة الحمد لله. والله والله ما يعني ما اصغر هذه الجدة التي كانت تلعب بين يدينا قبل سنوات. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولكن المؤكد انك اسعد الناس طرا بأحفادك وهم يلعبون حواليك إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله تعالى. بس مش زي أطفال التلفزيون على فكرة. ليسوا يعني كأطفال التلفزيون. لا مش زي أطفال التلفزيون. يعني من هم أطفال التلفزيون ومن هم أطفال أولادك؟ يعني أطفال التلفزيون هذا تعبير جميل. أطفال يعني التلفزيون يعني أطفال التلفزيون كنت أقعد وأحكي مثلا حدوتة وأقول وخلاص، انقطعت الإرسال خلاص روحت. أحفادي دلوقتي لو اجي احكي مثلا وكان في قطه رايحه وبعدين قابلها ياسر قال لها يا قطه، قالت له ايه يا ياسر؟ ايه يا انا هي القطه بتتكلم؟ شوف الولاد جيل الانترنت ده. ثانيه انا استني، يعني ايه يعني القطه تقول له ايه يا ياسر؟ يا عم مشيها عشان خاطر. فيعني الحمد لله رب العالمين. يعني بنقعد ناخد وندي مع بعض. هذا البيت الاسلامي الجميل الذي تقودينه انت وزوجك الفاضل الاستاذ فتحي عبد الستار، ارجو ان تصفي لي يوما في حياتك، متى يبدأ يومك ومتى ينتهي وماذا يجري خلال هذا اليوم؟ لعلك تعرفين سيدتي الهدف من هذا السؤال هو أنني أريد أن أقدم نموذجا للمرأة المسلمة، وأريد أن أعلم زوجاتنا وبناتنا أن المرأة المسلمة امرأة فاعلة وحياتها حافلة. صفي لي يوما في حياتك منذ مطلع الفجر إلى آخر الليل. قبل ما أقول لحضرتك اليوم في حياتي، هقول لحضرتك النقلة اللي أنا انتقلتها اللي بيها أصبح يومي مشحونا. أيوة. وأصبح يومي ملقان. يمكن وأنا باخد قرار ترك العمل كنت خايفة جدا من الفراغ. جدا كنت خايفة قوي، لأني أنا إنسانة بطبعي بحب العمل وبحب التعب، يعني عندي حب للعمل واني احب اتعب واحب انشغل احب ابقى مشغوله، ما احبش ابقى فاضيه، احب يبقى عندي حاجه صح انشغل بيها. فكان عملي في التلفزيون واخد كل وقتي الى جانب بيتي، طبعا الحمد لله كان بيتي اولا وزوجي واولادي ثم عملي. فعشان كنت اعمل برنامج كان اقرا لي 15 20 كتاب قبل ما اروح البرنامج بتاعي. فلما خدت قراري بالحجاب والاعتزال كان كل همي ازاي الوقت هيعدي عليا، هعمل ايه، يعني الفراغ هعمل ايه في الفراغ. سبحان الله العلي العظيم، وجدت ان اتمنى ان يومي يصبح اسبوع. الان اتمنى ان يصبح اليوم اسبوع عشان اقدر اعمل كل اللي انا بحبه. في الاول خالص اول الالتزام كان اكبر فرحه بالنسبه لي اني اقعد اقفل على نفسي اصلي واقرا القران واتقرب من رب العالمين. تكوني بقى ثقافتك الاسلاميه بقى واحاول اقرا واتعلم. ما فيش رصيد في البنك. بالظبط. البنك الالهي، البنك السماوي. بالظبط. بتحط رصيد بقى زي ما بنقول الشنطه فاضيه. الشنطه فاضيه، فكنا نفسنا ان احنا نملاها بسرعه. بعد كده وجدت حضرتك ان زي ما حضرتك قلت ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالعمل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا يكفي ان انا يعني ابقى انانيه في عمل في عبادتي، خير الناس انفعهم للناس، فكان لابد ان افكر في خدمه الناس.
بدأت أنزل حضرتك البيوت، الناس الفقيرة المحتاجة، الناس المريضة، أحاول أساعد واحدة، أطبخ لها، أنظف لها بيتها الصغير، أحاول إن أنا أقرب منها، أشوف فيها احتياجاتها، أشوف إيه اللي أقدر أعمله عشانها. دي كانت الفترة الأولانية من حياتي بعد الالتزام، الحمد لله، اللهم اجعلنا من الملتزمين يا يا رب رب العالمين. يا رب. بعد كده حضرتك يعني قلت ان فعلا ما هواش موضوع صلاة والصيام وقفل على نفسي، لا، لازم يكون في عمل، وعمل اقرب منه للناس. يمكن احنا في الفترة الأولانية ايام الواحد ما كان بعيد، اه صحيح كنا بنصلي وبنصوم وبنعمل كل اللي نقدر عليه ونقرأ قرآن وكل حاجة، بس ما كانش حضرتك الواحد فاهم، يعني كنا فاكرين الحياة روز بالنسبة لكل الناس، وان الدنيا وردي والناس مبسوطة، والناس يمكن بعد كده لما الواحد ابتدى يزور الناس وابتدى ينزل يقرب منهم، حسيت ان في هدف أكبر وأسمى، في رفع عناء عن الناس، في توصيل مساعدة لحد، في حتى مجرد انك تشارك بالقلب، تشارك بالابتسامة، تشارك فعلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقي النار ولو بشق تمرة، ولو بشق التمر، لا تستحي من القليل فإن المنع أقل. يا تقولش ما عيني يعني الواحد لابد ان هو يكون، ربنا ان شاء الله باذن الله يعيننا، ونكون فعلا متعاونين متحابين في الله عز وجل، ونحاول نقرب للناس قد ما نقدر. فيومي كله مشغول الحمد لله الان بالناس، الحمد لله، يعني احنا نكاد نكون دلوقتي نموذج مصغر للشؤون الاجتماعيه. يعني الدار حضرتك اللي زرتها هي اعتقد ان هي ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا كذلك، يعني نموذج مصغر من اداره الشؤون الاجتماعيه، لان احنا بنحاول بقدر الامكان، اللي عنده مشكله نحلها له، اللي عنده مصاريف عايز بنحاول ان احنا نأديها، اللي عنده عمليه عايزه تتعمل بنحاول، اللي عايز دواء عايز يشتريه، اللي عنده مشكله عايزه يعني بقدر الامكان بنحاول، ما بقولش ان احنا بنعمل، نحن لا نعمل، نحن وسطاء، أن الله عز وجل اخترنا الحمد لله، وأرجو من الله عز وجل أن يديم علينا هذا الفضل. الحمد لله. والله يا سيدتي، يعني قلت لي في بداية هذا البرنامج أنني أعطيك أكثر من حقك، ولكني وأقسم بالله أنني حين زرت هذه الدار أدركت أنك واحدة ممن يفيضون بنور الله على فقراء القلب. عند هذه النقطة من هذا الحوار مع ابنتي وسيدتي السيدة كميلة العربي، أرجو أن أتوقف معكم الآن للحظات، فابقوا معنا على أن نعود إليكم، ولكم كل الفضل.
مرة ثانية سيداتي وسادتي مع السيدة كاميليا العربي. سيدتي، قلت لي أنك تتمنين لو أن اليوم لا يكون 24 ساعة، بل تتمنين أن يكون اليوم 7 أيام، إذ أن يومك حافل بالعمل. وأنا قد ذهبت إلى جمعية أحباب الله ورأيت أطفالا في عمر الولد. من المفهوم أن السيدة حين تعتزل وتتحجب، ناهيك عن أن تنتقب، فإنها تلزم بيتها. لماذا خرجت أنت من البيت بعد الحجاب وبعد النقاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما بقول لحضرتك، هو الحجاب والنقاب سلوك، وإن كان السلوك اللي بعنيه التزام وتأدب وكف الأذى عن الناس، فألا يكون هذا السلوك التعاون مع الناس؟ ألا يكون هذا السلوك خدمة الناس؟ يمكن زي ما بقول لحضرتك، وأنا بترك العمل دعوت الله عز وجل أن يعودني عن أطفال التلفزيون. وكان تفكيري في الأول أني أتمنى أن ربنا يرزقني بخمس أطفال أيتام أربيهم، وكان دعائي دايما يا رب عايز خمس أطفال أيتام أربيهم. ولكن الله عز وجل، إذا صدقت النوايا، إذا صدق الإنسان، من ترك لله أعطاه الله. يعني أنا بطلب على قدي، ولكن الله يعطي بقدره. من رضي بقدري أعطيته على قدري، سبحان الله العلي العظيم. فكان دعائي لله عز وجل أن يعطيني خمس أطفال. وأقول لحضرتك، أنا في البداية كان عندي 3 أطفال بس أيتام، لأن طبعا كان لازم أمشي الإجراءات العادية، أن أنا أعمل جمعية وتشرف في الشؤون الاجتماعية، والحمد لله رب العالمين أشهرنا الجمعية، وبدأت أتلقى أطفال في دار الأيتام، وبدأت ب3 أطفال. كنت أروح أعمل العمرة أو الحج أقول له يا رب خليهم 10، كترهم شوية يا رب يبقى 10. سبحان الله، من 10 ل20 ل100 ل200 ل300 من الأطفال، 300 طفل يتيم ربنا أكرمني بيهم. والحمد لله رب العالمين. يعني زي ما بقول لحضرتك، بس الإنسان يصدق في نيته ويعطيه الله عز وجل أكثر مما يحلم ولا يظن. يعني عطايا الله عز وجل ليس لها حدود. فكان الدار والأيتام والعمل على فكرة مطلوب في الإسلام. أيوة. الإسلام لا يعني اعتزال الناس، لا يعني أن أنا أخد بعضي وأقفل على نفسي في بيتي وأقعد واعتزل العالم. مين اللي قال الكلام ده؟ تنجو بنفسك بس. مين لا. اللي قال؟ ده احنا هنسأل عن كل الناس دي. يعني الإنسان بقدر ما يستطيع أن هو يوصل إن شاء الله بإذن الله، وبقدر ما يستطيع أن يخدم. احنا محتاجين حضرتك، محتاجين نخلق جيل جديد من العاملات والعاملين الملتزمين. احنا الحمد لله رب العالمين، لما فكرت في الجمعية فكرت بس في الأيتام، ولكن مع الوقت الحمد لله رب العالمين أصبحت الجمعية متسعة، يتسع لمئات الفتيات والشباب بإتاحة فرص العمل ليهم. احنا عندنا تقريبا حوالي 300 عامل وعاملة وموظف وموظفة من حاملي المؤهلات العالية. الجمعية اتاحت لهم فرص العمل، والحمد لله بيحصلوا على مرتبات عالية تعطيها لهم الجمعية. يعني كمان اتحنا فرص للشباب والشابات اللي ما كانوش لاقيين عمل يعملوا به في هذا المكان، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين احنا الحمد لله في وقت محتاجين عمل كل واحد، محتاجين عمل كل رجل وامرأة في هذا المجتمع عشان نصعد بهذا المجتمع، ونعمل إن شاء الله بإذن الله في التزام. هو الالتزام معناه إن أنا أبقى التزمت وأبعد عن الناس، ولا أعلم كيف يكون الإنسان المسلم الملتزم حقيقة يتقي الله عز وجل. نعم. يعني المهندس المسلم والطبيب المسلم والعامل حتى السباك المسلم بالزبط. المهم أن يراعي الله فيما يعمل. سيدتي، بالنسبة لي والله لا أريد أن أطرح أي أسئلة، وإنما أريد أن أسمع لك فقط. وهذا اعتراف لا يخجلني إنما يشرفني. كما أني امتنعت حتى الآن عن تلقي أي هواتف، برغم وجود عشرات الهواتف التي تريد أن تتحدث معك، لكنني بين نارين.
بين أن أسمع لسيدتي الفاضلة وبين أن أسمع لمشاهدي الكرام، فتركيني أسمع لواحد منهم. هذا هو الأخ كمال من الجزائر، تفضل يا سيدي. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خنيش من الجزائر. أهلا وسهلا. أريد أن أطرح سؤال من فضلك. اتفضل. ما حق الرجل على المرأة؟ يعني مثلا إنسان يكون متزوج وامرأة لا تنجب له أولاد، هل له الحقوق أن يتزوج أم لا؟ شكرا أخ كمال من الجزائر، شكرا. لعل المشاهد الكريم يسأل سؤالا يبدو للوهلة الأولى وكأنه خارج عن موضوع الحلقة، ولكنه على أي حال في إطار الإسلام. هو يسأل هل يحق للرجل الذي لا تنجب زوجته أن يتزوج؟ يا أستاذ محمد، طبعا أنا لست بمفتية ولا أفتي، أجراكم على الفتية أجراكم على النار. لا نستطيع أن نتكلم في الفتوى ونحن لا نفتي، سبحان الله، دع الفتوى لأهلها، ولكن نحن نحاول أن نهون على الناس مصائب الدنيا كما قلت لحضرتك. يعني نحن داعيات إلى الله عز وجل، ولكن الفتوى لأهل الفتوى. سيدتي، لقد دعوت إلى الله أن يمن عليك بثلاثة أطفال، فأعطاك الله مبدئيا 300 طفل، وهؤلاء هم الذين يجمعهم جمعية أحباب الله. من أين تأتي أموال هذه الجمعية؟ طبعا جمعية أحباب الله جمعية مشهرة في الشؤون الاجتماعية، والأموال بتاعتنا أموال الصدقات والحسنات والتبرعات، زكاة الأموال، الصدقات الجارية، أهل الخير اللي زي حضرتك اللي ربنا سخرهم لأن يكونوا يعني سبب لهؤلاء الأطفال، فالحمد لله رب العالمين. جمعية تحصل على التبرعات من أهل الخير. من أهل الخير. هل هناك جهة ما تراقب أعمال الجمعية ومصروفاتها؟ الشؤون الاجتماعية تراقب هذا، تراقب علينا وتفتش علينا، ودائما وأبدا بيكون في لقاء ويكون في تفتيش ومراجعة، يعني مراجعة للحسابات ومراجعة للكشوفات. الحمد لله رب العالمين، الجمعية تسير بخطى طيبة، ويمكن أنا بقول إحنا نعتبر جمعية وليدة، إن الجمعية عمرها من سنة 93 فقط، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تعد من أولى الجمعيات الخيرية في مصر الآن، حيث أن الجمعية تضم أكبر عدد من الأطفال الأيتام، ويمكن كمان مش بس للأيتام، الجمعية الحمد لله رب العالمين لديها دار للحضانة، دار متميزة للحضانة، وعلى درجة عالية جدا من الرقي وفعلا مثل يحتذى به، مش عشان هي الحضانة بتاعتنا، ولكن بفضل الله هذا رأي معظم الناس. يكفي ان حضرتك بتقول ان انت عامل مشروع اسلامي. أيوة. الاطفال يتعلمون العلم، احدث العلم في الحضانة، كمبيوتر انجليزي، قرآن الحمد لله رب العالمين، لغتهم الجميلة العربية العظيمة. يعني أنا بقول أولا نتعلم لغتنا الجميلة التي كادت أن تندثر الحمد لله، نعيد للغة العربية مكانتها، ونعيد للمدرس احترامه، ونعيد للأسرة المصرية كيانها، نحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك احترام متبادل مرة ثانية بين أفراد الأسرة بعد أن كاد أن يتلاشى. فالطفل عندنا بيدخل الحضانة، يدخل المدرسة، يتعلم أولا السلوك، لأن حضرتك أنا بتصور والله أعلم إن المتربي يتعلم. أيوة. ياخد كل أنواع العلم اللي عايز تعمله له، أما المتعلم عن غير تربية وأدب لم تستطيع أن تعيد تربيته مرة أخرى. فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نربي تربية صحيحة، نربي خلق الإسلام، ثم نعلم، فيصبح الفرد متعلم متأدب، يصلح إن شاء الله بأنه يكون عضو نافع في هذا المجتمع بخلق الإسلام. معي إذا ذنت لي واحدة من أحبابك وأحبابك خذ، هذه هي السيدة كريمة من القاهرة، تفضلي. تفضلي السيدة كريمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ محمد. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام.
يا استاذ محمد، اتفضلي. انا بعتذر لحضرتك، بعتذر لحضرتك عن اتفضلي. يبدو ان الاتصال لم يكتمل. ولكن ما هي النشاطات الاخرى التي تقوم بها جمعية احباب الله بخلاف تربية وتنشئة وتعليم الاطفال الايتام؟ زي ما قلت لحضرتك، هي الأنشطة الأخرى هي دار الحضانة والمدرسة. ثم يمكن لما ربنا أكرمنا بالحضانة وبالمدرسة، كان القصد أن هي تكون مشروعات تعود على الأولاد بالربح اللي يساعدنا إن شاء الله في تنشئتهم. لأن زي ما حضرتك عارف أنه يعني التبرعات دي تبع الناحية الإيمانية، وزي ما الإيمان بيزيد وبينقص فالتبرعات بتزيد وبتنقص. فأحيانا يكون الحمد لله رب العالمين الفيض كبير، وزي ما دايما بنقول يا رب السنة كلها تكون رمضان، يا عيني. لأن شهر رمضان شهر عظيم، شهر خير كثير، ربنا بيكرمنا الحمد لله رب العالمين. فنتمنى أن تكون السنة كلها رمضان، ولكن طبعا هو شهر في السنة. فحاولنا أن احنا نعمل مشروع علشان يدر على الأولاد بالربح اللي يساعدهم، فكانت الحضانة. ولكن بعد وقت اكتشفت ان اولادنا اكتر من الاولاد الخارجيين اللي بيتعلموا فيها، فاصبحت بالنسبه لنا ليست مصدر دخل ولكنها مكان بنصرف عليه. جاء موضوع المدرسه وربنا اكرمنا بالمدرسه والحمد لله، وجدنا ايضا ان اولادنا معظمهم بيتعلمون في المدرسه. صحيح في بعض الاولاد الخارجيين، ولكن معظم الاولاد من اولادنا، يعني وجدنا ان المصروفات يدوب اولادنا بيتعلموا جنب الاولاد الاخرين. ففكرت في مشروع اخر اللي بيها ان شاء الله نحقق دخل يصرف على الاولاد، فكانت دار المسنات. دار المسنات. المسنات سميتها بيت الحب الاصيل. يا سيدي، وانت قد خرجت والله من بيت من بيوت الحب الاصيل. الحمد لله رب العالمين. فكان بيت الحب الاصيل على ان فعلا كبار السن دول هم النور بتوعنا، يعني هم السراج اللي بينور لنا حياتنا. ويمكن انا اخذت فتره طويله في اني كنت متردده في عمل هذا المشروع خوفا من مساعده العقوق، ولكن لا يخفى عليك ان العقوق قائم. ولكن يمكن الناس اللي عندنا فعلا في الدار لا يشعرون بهذا العقوق، فهم بين أولادهم وأحفادهم، وفعلا الحمد لله برضو أولادهم لا يتركوهم ويزوروهم، وبنشترط كده أن هم لازم يجوا يزوروهم. والله أحيانا لما بيكون في قطيعة رحم مثلا واحد يجيب أمه ويتركها، ما بنرضاش ناخدها، علشان يشترط ان هو يبرها، ونشترط ان هو يزورها، ونشترط ان هو يصلها، لان احنا ما نساعدوش ان هو يتركها. لان البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. لو كل واحد عارف ان هو مصيره هيبقى في هذا الموقف، ما كانش حد ترك امه ولا بعد عنها. فالحمد لله كانت دار المسنات، وكانت العيادات، ومركز صحي كامل متكامل، ومركز للسيدات، كله للسيدات، مركز بما فيه المركز الرياضي، التجميل، الساونا، الايروبكس، يعني مركز متكامل لجميع النساء الملتزمات اللي عايزين مكان ليس به رجال، كله من النساء يتفضلنا مشكورات، اهلا وسهلا بيهم. وطبعا انا مش بعمل دعايه، لانه فعلا يعتبر هذا المركز الوحيد اللي بيضم نساء فقط من الالف الى الياء. مركز نسائي. نسائي. لكل ما يلزم المراه. لكل ما يلزم المراه. لا. الحمد لله رب العالمين. اذا اذنت لي عادت مره اخرى السيده كريمه من القاهره، تفضلي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ محمد. ايوه يا استاذ محمد. الو. الو تفضلي. انا بشكر حضرتك. اتفضلي. انا بشكر حضرتك الاول على يعني الناس الاخوات الملتزمات اللي حضرتك بتستضيفهم، وبعدين يعني انا بالذات امثال الاخت كاميليا العربي، لاني انا ساعه ما بقعد مع الناس دي يعني او بستنى البرنامج بتاع حضرتك بفارغ الصبر. الله يطول عمرك. انا بعتبر نفسي قاعده في مجلس علم،
انا بعتبر نفسي والله قاعده في مجلس علم. الحمد لله. بس انا بطلب من ربنا برضو وبطلب من حضرتك انك يعني دايما تخدمنا باستضافه امثال الاخت كاميليا، يعني الاخوات الملتزمات فعلا. وبعتذر عن الاراء اللي بتقول لحضرتك يعني انك يعني تستضيف الناس دي. لا ازاي ازاي ازاي، يا ريت يكون، يا ريت كل برامج التلفزيون تكون كده، يا ريت. وننسى وسائل الاعلام اللي بوظت ولادنا وبوظت بناتنا. يسمعوا الحاجات الجميله دي. وبعدين انا بطلب برضو قبل ما انسى، معلش يعني بطلب من الاخت كاميليا تقول لنا على رقم الحساب اللي ممكن نتبرع بيه الجمعيه اللي هي بتتكلم عنها الجميله دي، الجمعيه تبرعات عينيه او ماديه، بس نعرف رقم نروح نودي فين جمعيه. طيب احنا بنشكرك. شكرا يا ست، بنشكرها وبدعي لها ربنا يوفقها ان شاء الله. بارك الله فيك اختي كريمه، بارك الله فيك. يعني أنا لا أقدم إعلانا عن الجمعية، وإن كان يسعدني أن أقدم إعلانا عنها، فهذا إعلان عن الخير. إذا شئت يا سيدتي أن تقدمي رقم حساب الجمعية فالبرنامج تحت أمرك. الله يكرمك. هي الجمعية في المعادي الجديدة، جمعية أحباب الله، رقم الحساب في بنك مصر للمعاملات الإسلامية 3661، بنك مصر للمعاملات الإسلامية رقم الحساب 3661. وجزاكم الله خيرا على كل اللي هتعملوه واللي بتعملوه، وجزاك الله خيرا أخت كريمة، كتر خيرك. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا يكون فعلا هذا مجلس علم، لأنه مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل، تحفه الملائكة من كل مكان، الله عز وجل ينزل علينا من رحمته وبركاته ويذكرنا عنده في الملأ الأعلى بإذن الله. سيدي أريد أن أداعبك من خلال هذا الكتيب الصغير حول النشاط النسائي الذي تقومون به في جمعياتكم. لقد قرأت أن في الجمعية قاعة جيمنازيوم وصالة كاراتيه وصالة جمباز ومركز تجميل وكوافير، كما يوجد نادي اجتماعي عام لراغب الخصوصية. ماذا يعني هذا كله في دار إسلامية للسيدات الملتزمات اللائي يعرفنا حق الله؟ طبعا حضرتك عارف ان المرأة حقها في التجميل وحقها في ممارسة الحياة الطبيعية، والمرأة إذا ما التزمت هذا لا يعني أنها أصبحت بعيدة عن الرشاقة وعن الجمال، بالعكس، ولكنها تريد الخصوصية، تريد أن تكون في مكان لا يراها فيه أحد. فإذا جاءت بأولادها عاملين لهم صالة كاراتيه يلعبوا فيها الأولاد، وهي تدخل صالة الجيمنيزيوم الإيروبكس التجميل الساونا، على أساس أنها يعني تنقص من وزنها إن كانت زادت، أو تمارس الرياضة اللي تخليها إن شاء الله بإذن الله على طول شباب، والكوافير النسائي وكل الوسائل الممكنة اللي بتفكر فيها المرأة إذا ما التزمت. سيدتي والله ما أجمل أن يكون الإسلام دينا للحياة. بالضبط. فالإسلام لا يباعد بيننا وبين أن نفعل أي شيء، ولكن من خلال المنظور الإسلامي كما كان يقول شيوخنا الأفاضل. بالضبط. عند هذه النقطة تفضلي. هي بس في يعني نقطة، بعض الناس كانوا يظنوا أن الالتزام يعني التكشيرة ويعني النكد ويعني الغم، والله ما عرفنا معنى الضحك من القلب إلا بعد أن من الله علينا بهذا الالتزام. الله هو الذي أضحك وأبكى يا سيدة. عند هذه النقطة من هذا الحوار الجميل مع سيدتي الفاضلة الأخت كاميليا العربي، أرجو أن أتوقف معكم الآن لحظات، فابقوا معنا على أن نعود إليكم، ولكم كل الفضل.
مرة ثانية سيداتي وسادتي مع السيدة كاميليا العربي في هذا الحوار. سيدتي، قلت لي أنك دعوت الله أن يرزقك بثلاثة أطفال فقط، فمن عليك بأكثر من 300 طفل ما بين 6 شهور و 12 عاما فيما أعتقد. وقلت لي أيضا أنك كنت تخافين من الوحدة بعد أن اعتزلت وتركت التلفزيون والبريق والأضواء والشهرة، وكنت تخافين من الوحدة، فمن الله عليك بمن شئت من الأصحاب والسيدات. كيف تبدو حياتك الآن وقد عشت حياتين مختلفتين، حياة البريق والنجومية والشهرة وحياة أخرى لا يعلمها إلا الله، أيهما أسعد، كاميليا العربي النجمة والسوبر ستار والمذيعة اللامعة والتي بين يديها كل هذه الرفاهية التي حدثتنا عنها، أم كاميليا العربي الآن التي تحمل هم أطفال ونساء وأرامل ومن لا يعلم إلا الله، أيهما أسعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فيش أي وجه للمقارنة، طبعا ما فيش أي وجه للمقارنة. زي ما بقول لحضرتك، شعور السعادة ده يعني حاجة خاصة جدا 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 لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنها سعادة ليست منظورة ولكنها محسوسة، ترضى بأقل القليل وتنعم بلحظات اللقاء بينك وبين رب العالمين، دي طبعا ليس لها وصف. يمكن حضرتك في الاول، اولا انا لا انكر عملي كمذيعه للتلفزيون، ولا اقول اني ندمت على عملي، ولا اقول اني كارهه عملي، بالعكس انا اعتقد ان ال10 سنوات اللي عملتها في التلفزيون اختصرت لي وقت كبير جدا من وقت الدعوه، على الاقل عرفتني على الناس، على الأقل يوم ما كنت بعمل الجمعية وبطلب مساعدة الناس كان اسمي يسبقني، الحمد لله رب العالمين. الله. كان والدي بتاريخه العظيم يسندني، مجرد اسم والدي مقترنة باسمه كان يسندني. تاريخ الأخواتي الحمد لله رب العالمين، يمكن محمد ربنا أكرمه بالاعتزال وما زال والدي يعمل الحمد لله رب الحمد العالمين لله. ولعله أكثر منا التزاما سبحان الله. يعني لا أنكر عملي ولا أتبرأ منه، ولكن أقول حتى في آخر أوقات لي في قبل اعتزالي مباشرة كنت أريد أن أعمل بحجابي، لعلي كنت أريد أن ألتقي بالأطفال، أعلمهم كيف يكون الدين الصح، كيف يتعلموا صحيح الإسلام بعيدا على الانحراف والتطرف. ديننا دين صح، من تعلمه تماما لا يقع في الانحراف ولا يقع في التطرف. أتحدى أي فرد يقول أن هناك مسلم ملتزم متطرف. فالمنهج الذي يحدنا كتاب الله عز وجل، ده حضرتك الكتالوج بتاعنا يا عيني. أي اختلاف نرجع لكتاب ربنا، الصراط المستقيم، هو ده هو ده يعود لنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنتخانق على ايه؟ هنختلف على ايه؟ الواضح واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. في اكتر من كده حضرتك؟ ده احنا مظبوطين وديننا سليم ودين حق. فال10 سنوات عملي في التلفزيون افادتني وقربتني وعرفت الناس بيا. لما نزلت إلى العمل وكان زي ما حضرتك بتقول إن الله عز وجل قريب قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. مع الأسف الشديد إحنا بناخد وقت كبير جدا جدا نضيعه في الوسطات وفي التذلل للناس والتقرب من الناس والمحلسة للناس والمحايلة على الناس. لو قضينا 5 أو 10 أو 1 على 1000 من هذا الوقت بين يدي الله عز وجل، والله سيعطينا، والله لا يعطينا ما نريد وأكثر. ولكن الناس مع الأسف تستسهل، تضل تبعد عن طريق الله عز وجل وتتقرب للناس. والله عز وجل ينادينا، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يتمنى أن يقوله تعالى يا عبد صالحني، تعالى صالحني، والعبد لاهي وتاهي وبعيد. ولو علم الخير الكثير الذي عند الله عز وجل والله ما ترك بابه،
والله ما يتر... لا ألح وانتظر واقترب ويمكن قصة لا أنساها أبدا، وكلما تذكرتها والله بكيت. يمكن كان من وقت حوالي 3 أو 4 سنين، وفي الوقت ده ما كانش فيه ولا مليم في الجمعية سبحان الله، وعندي جيش زي ما بيقولوا في رقبتك جيش، الواحد عنده عيلين كان بيلف حوالين نفسه، في رقبتك جيش أنت مسؤول عنهم. صحيح مش أنا، لكن الله عز وجل اختارني سبحان الله العلي العظيم، وكان عليا أن أنا أحدد بقى. ما فيش فلوس يعني ما فيش فلوس، ما عندكيش أكل بكرة، لو أكلك أنت حرة، أنا 600 نفس في رقبتك، 300 أطفال و300 عاملين وعاملات، اتصرفي. ومسكت حضرتك في الحديث الجميل، حديث الرائع، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجل التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه. والله حضرتك تروحت يعني قفلت علي الباب، وقعدت أطبق هذا الحديث، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أتقرب، قعدت أقرأ قرآن وأصلي وأدعو وأقرأ قرآن، أخذ بالأسباب. حضرتك تلاقي، عارف لما تتقطع الأسباب، ما فيش حد موجود، 600 واحد، 600 طفل عايزين ياكلوا، 300 طفل و300 عاملين عليهم وقائمين عليهم بالعمل، ومحتاجين أكل، محتاجين عيش حاف، مفيش. وأصلي وأدعو الله عز وجل بعد ما تقطعت الأسباب، ومحدش بيرد علي ومحدش راقي سبحان الله العلي العظيم. وأنزل الصبح للعمل الساعة 8 الصبح، كنت في مكتبي 8:05 بالضبط صباحا، لقيت الباب بيدق، دخل رجل أعتقد أنه ليس من الأرض، والله أعلم، أعتقد أنه رسول من عند الله عز وجل، ملك من ملائكة الأرض أو ملك من ملائكة السماء، قل ملك إن شئت فسميه ما شئت، ولكنه دخل وسألني سؤال، ماذا تريدين؟ عايزة إيه؟ قلت له لو اديتني جنيه هبعت اشتري بيه عيش. قال لي للدرجة دي؟ قلت له نعم. سابني وخرج، بصيت لقيت حضرتك شنطة حطها على مكتبي، قال لي 30,000 كفاية. 30,000 جنيه؟ 30,000 كفاية يكفوكي يمشوكي شوية. تركت حضرتك قبل مكتب الإيصال، قمت خرجت دخلت المكتب الثاني، سجدت لله سجدة شكر، وبصيت للموظفين قلت لهم ما حدش يقول لي بعد كده ما فيش، ما دام في الله مش ممكن ابدا هيتأخر عنه، دول ولاده هم ليهم غيره حضرتك. فمن المواقف الصعبة اللي تمر بالإنسان، ولكن يا ريت كلنا نعرف أن الله عز وجل وحده هو العاطي. إذا كان هناك أحد يعطي فتأكد أنهم مجرد أسباب، مجرد أسباب. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والله ما أجمل القصة وما أجمل دلالتها، الحمد لله. لعلي يا سيدتي أريد أن أضيف شيئا بعد أن وصلت بفكرة جمعية أحباب الله إلى هذه الذروة الرائعة من ذروات العمل الإيماني، ولست أجد ما أدعو لك به إلا أن أدعو الله أن يروي ربي قلبك يا سيدتي لتفعل الخير إن شاء الله. إن شاء الله. والآن أحباب قلبي، هذه ابنتي وسيدتي كاميليا العربي، لم تتغير والله منذ عرفتها في بيت والدها قبل 30 سنة، فما زالت هي نفس الطفلة بنفس البراءة والصفاء والجمال. وليس لي أن أضيف كلمة إلى ما قالته، فحديثها أبلغ من كل حديث، ولكني أحب لمن يريد أن يذهب إلى جمعية أحباب الله بحي المعادي بالقاهرة ليرى صورة التراحم في الإسلام كما يجب أن تكون بحق، وليعرف أن الخير لم يخرج قط من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا مجتمع إسلامي خالص يقوم عليه أناس من الذين وصفهم رب العزة والجلال بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، ثمة أناس هنا يخوضون في طرق الله ربانيون، وقد تحول كل منهم
إلى قرآن يمشي. حين زرت جمعية أحباب الله رأيت دارا تشمل كل أنواع الخير والبر، من كفالة اليتيم وتقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء ولأكثر من 2000 أسرة، إلى مساعدة الطلبة ورعاية المسنين وإعالة الأرامل وتحفيظ القرآن، وانتهاء بتقديم العلاج المجاني في جميع التخصصات. حين رأيت هذا كله سألت سيدتي كاميليا العرب كيف تقيمين على كل ذلك؟ قالت: ولا تزكوا أنفسكم؟ قلت: صدقت والله، فالمؤمن كالغيث أينما حل نفع. قالت: لينور ربي قلبك يا سيدي. قلت: ولكن كيف تقضين أيامك بعد هذا كله؟ قالت: أعمل وأعمل إن شاء الله، أصلي، أقرأ القرآن، أقصد بيته، وأصوم في رمضان. قلت: هذا هو القصد، أن يكون الدين بكل مكان، فالجنة آخر سعي الإنسان. سيدتي، هل من تعليق أخير تودين أن تقوله لأحبابك من مشاهدي هذا البرنامج؟ عندي دقيقة مثلا ممكن؟ تفضلي. يعني أنا لا أحب أن أمنع الخير، ولا أحب أن أعطل أحد عن فعل الخير، ولكن هي تذكرة بسيطة سريعة في إيجاز شديد. يمكن الموضوع اتنشر في الجرائد وفي المجلات، موضوع مدرسة الشمس المشرقة. أنا أناشد وزير الأوقاف الذي أعتقد أن الموضوع لم يصله كما ينبغي، وأعتقد أنه يمكن خدع فيما وصل إليه من معلومات خاطئة عن جمعية أحباب الله وعن كاميليا العربي. أناشده بكل معنى المناشدة، ولا أريد أن أكون خصما له يوم القيامة، ولا أريد أن يختصمه 300 من أحباب الله. أقول له: بالله عليك قف معنا وانظر إلى قضيتنا، فنحن أصحاب حق. وأناشد السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية السيدة سوزان مبارك، راعية الأطفال الأولى في مصر ورعاية اليتامى والفقراء، أقول لها: انظري لنا بعين العطف، انظري لجمعيتنا، ونحن نتمنى منك زيارة لأحباب الله حتى ترين بنفسك هذا الجهد المتواضع، وتقفين معنا في هذا الموضوع الذي أرجو من الله عز وجل أن ينصرنا فيه. وأرجو من السادة والسيدات مشاهدات برنامجك العظيم الدعاء لنا بظهر الغيب، ولنجتمع جميعا وسويا بإذن الله بالفردوس الأعلى. سيدتي، لينور الله قلبك يا سيدتي. سيداتي، سادتي، أشكركم أجمل الشكر على هذا البرنامج وعلى استضافة سيرة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.